امبارح كان في جولة تفقدية في بيمارستان المؤيد شيخ الأثري في منطقة سوق السلاح، واللي بيتم تطويره حاليا ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، واللي بيهدف إلى إعادة توظيف الأماكن التراثية وتأهيلها لخدمة السياحة الثقافية. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر عن المشروع من الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار. بنرحب بحضرتك وبنقول لك صباح الخير. صباح الخير. طيب احنا معانا دلوقتي التليفون اللي بنستعد بيه عن الموضوع الهام الخاص بالسياحة والآثار، وانضم لينا مرة تانية على التليفون دكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار، وهنتعرف منه على المشروع وتفاصيله المختلفة. طبعا ما فيش شك، زي ما حضراتكم شايفين وزي ما هو معروف عن القاهرة التاريخية والإسلامية، أنه في عدد كبير جدا من الآثار بيتم الاهتمام بيها خلال الفترة الماضية، ترميمها وتطويرها، لأنه نوع مهم من السياحة بيجي لها طبعا ناس من مختلف دول العالم الإسلامي. هو معنا دلوقتي على التليفون. يا دكتور صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. لو تكلمنا في البداية عن تفاصيل هذا المشروع. الحقيقة هو مشروع شراكة ما بين جمهورية مصر العربية وبين الولايات المتحدة، من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية اللي هو مختصر IMCT. ده نوع من التعاون اللي لجأت لي الولايات المتحدة والحكومة المصرية لعمل شراكة للحفاظ على التراث، لأن التراث المصري بالتحديد هو تراث إنساني، فالشراكة فيه هي في مكسب ل جميع الأطراف للحفاظ على التراث الإنساني. وكان من خلال المشروع ده أني بدأت عمل خطة من 4 سنوات. الخطة دي كانت بهدف خلق مسار لمنطقة سوق السلاح، والاهتمام فيها أولا بمجموعة من الآثار تم ترميمها على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت 4 آثار، هي سبيل مصطفى سنان، وسبيل حسن أغا كوكليان، وسبيل كتاب رؤية دودو، وزاوية سبيل فرج بن بارقوق. انتهت المرحلة الأولى، أوشكنا كمان حاليا في مراحل النهائية على انتهاء المرحلة الثانية، اللي هي ضمت بوابة منجك سلحدار، وتقية تقي الدين البسطامي، وسبيل الأمير شيخه، وبيمارستان المؤيد شيخ. دي مجموعة الآثار اللي تم ترميمها. أما استكمال المشروع فهو كان الكوميونتي، كان كيفية التعامل مع الوسط المحيط بالآثار لتأهيل الـ سواء القائمين على التجارة في الشارع أو الأهالي للتعامل مع السائح اللي هيورد للمكان ده، وخاصة إن المستهدف هنا التجربة المصرية، السائح اللي بيمشي مشيا على الأقدام في الأماكن الخاصة بالقاهرة التاريخية، وخاصة منطقة سوق السلاح اللي هي المستهدف. مش بس يتعامل الحقيقة مع السائح يا دكتور، هو كمان إزاي يتعامل مع الأثر نفسه؟ يعني التعامل مع الأثر هو ده شيء مهم جدا. التعامل مع الأثر الحقيقة هو يعني اغلب المصريين بيتعاملوا معاه كويس، وفي جهات في او موظفين من المجلس الاعلى للاثار قائمين على حمايه الاثر، وكمان في بعض النواحي الامنيه، لكن الهدف الرئيسي ان السائح هيمشي مسافات طويله في الشارع، فلازم يكون في خدمات بتقدم له بشكل كويس، لازم يتعامل معاه المواطن بشكل كويس، لازم يكون في الفه، ولازم يكون المواطن مستفيد من مسار السياحه ده. فإذا استفاد المواطن فهو هيشكل بالنسبة لنا الأمان، وهيشكل بالنسبة لنا الخدمات المميزة اللي مش محتاجة رقابة. أكيد، لكن هل ده جزء من القاهرة الفاطمية والاستراتيجية الخاصة بالدولة في إحياء القاهرة الفاطمية وإعادة رونقها مرة أخرى؟ الحقيقة دي استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على كل المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، ومنها القاهرة التاريخية الحقيقة. ودولة رئيس الوزراء بيتابعنا متابعة مباشرة في ذلك، وطبعا التوجيهات الرئيسية من فخامة الرئيس ان المنطقة دي الخاصة بالقاهرة التاريخية لابد ان تعود كما كانت للحياة اللي بتسمح لكل زائريها سواء من المصريين او الاجانب بانهم يتمشوا في الشوارع والمحاور الرئيسية بتاعت القاهرة التاريخية من غير اي تعب، من غير اي مشاكل، وده الهدف من المشروع حقيقي في الجزئيه دي. متاحف مفتوحه طبعا. طيب دكتور جمال، احنا شايفين التصميم بتاع البيمارستان يعني بيغلب عليه الطابع الاسلامي، هل هو داخل مجمع اسلامي مثلا؟
الحقيقة البيمارستان هو جزء من المشروع، وده طبعا هو مبنى بيدل على عظمة مصر، إن كانت في أوائل أو منتصف القرن الـ14 كان بتهتم جدا بالمواطن من الناحية الصحية، وده كان مبنى مستشفى. يعني المبنى ده كان مخصص لعلاج المصريين، وكمان كان فيه جزء لتصنيع الدواء، فكان بيقدم فيه الرعاية الصحية، وكمان كان بتصرف الأدوية مجانا من بدايات القرن الـ14. فلذلك احنا حفاظنا عليه بيأكد ان الدولة المصرية طول فتراتها هي بتهتم بالمواطن. النواحي الاقتصادية بتختلف من فترة لفترة، لكن الدولة بتولي اهتمام لده، فبالتالي بنحافظ على البيمارستان المؤيدي كشاهد على استمرار الرعاية الصحية في العصور الوسطى. المبنى نفسه كان عليه طبعا كم كبير من التعديات في فترات سابقة، الحمد لله تم رفع التعديات دي ورجع أغلب المبنى للطابع اللي حضرتك موجود. طيب جميل، لأي مدى القطاع الخاص ممكن يدخل معنا في مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، وإزاي نستفيد من هذا الشق تحديدا في الآثار المصرية وإعادة إحيائها مرة أخرى؟ الحقيقة ده هدف رئيسي من المشروع ده، وإحنا كمجلس أعلى الآثار استفدنا منه كتير جدا، لأنه بدأ يحط إيدينا على النقاط اللي إحنا إلى حد ما كناش على قدرة كبيرة فيها، ونقل لنا كل التجارب المستخدمة في كل المواقع التراثية اللي في العالم، وبدأنا من خلال ندوات كبيرة كانت لتدريب العاملين في المجلس الأعلى للآثار على كيفية التعامل مع المستثمر، وعلى العقود اللي هتتم ما بين المستثمرين وبين الدولة، بحيث إن يضمن سلامة الأثر ويضمن للمستثمر إنه يستثمر في هدوء وما يبقاش عنده مشاكل كتير. ودي ادتنا فرصه في خلال الـ4 سنوات اللي فاتت ان يكون في جيل كبير من العاملين في المجلس الاعلى للاثار عندهم قدره على اداره هذا الملف. عظيم جدا. فطبعا ده بيفتح مجال للتعاون ما بين الجهات الحكوميه وبين المستثمرين، وفي الفتره اللي جايه ان شاء الله هتبان نتائج ده بعد ما نجهز اغلب المواقع اللي هي هتطرح للاستثمار من خلال. هل غالبيه هذه المواقع هتكون يا فندم غالبيه هذه المواقع هتكون موجوده في القاهره؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم بدخول القطاع الخاص، هل ده خلينا نتكلم على انه هيكون في مدن اخرى غير القاهره تنضم لهذا المشروع؟ ده حقيقي، بس انا عندي على مستوى القاهره عندي 600 اثر من اجمالي 1046 اثر. الجمهوريه باقي الجمهوريه كلها فيها تقريبا 600 اثر، فنصف الاثار موجوده في القاهره. فبالتالي احنا الخطوه الاولى ان احنا نبدا من القاهره ونرسي طريقة التعامل اللي بتضمن سلامة الأثر وبتضمن المستثمر اللي يكون بيشتغل فيه راحة، ومن هنا هننطلق طبعا لكل الجمهورية، لكن في بعض الأماكن احنا شغالين فيها في قطاعات أخرى، أنا بتكلم عن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. أما القطاع الآثار المصرية فطبعا في أنشطة كتير جدا بتمارس خارج نطاق القاهرة. احنا هننتقل خارج القاهرة بعد ما يثبت التعامل ونضمن سلامة التعامل مع الأثر وسلامة الإجراءات اللي هيمشي فيها المستثمر، وكمان سلامة أداء الموظف اللي هيكون موجود في هذا العمل والمحيط به من المواطنين، لابد ان هم يستفيدوا. هي مصر طبعا يعني غنية بثرواتها الثقافية والأثرية الحقيقة من كل العصور من كل الأوهام، فده طبعا أكيد مش هيبقى في القاهرة بس، لكن كمان هيمتد للمحافظات كلها. أنا بشكرك الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.